بسم الله الرحمن الرحيم. حنا جينا اليوم باش نشجعوا الوليدات. اول حاجه يعني كرئيس يعني ضروري من الحضور باش نتبعوا الوليدات، وكذلك باش نشوفوا المستوى ديالهم والنهايه ديال الموسم ديالهم كيفاش كانت. المقابله كانت مزيانه مع الشبان ديال الفريق ديال الرجاء الرياضي، وكيف ما شفتوا كانت مقابله يعني شيقه، وكان فيها واحد الريتم يعني، وكانت النتيجه ديالها مشات الى ضربات الجزاء. الدراري تبارك الله اليوم كيف ما عودونا دائما كيكونوا في المستوى يعني، وحنا فرحانين. هذا المستقبل ديال لا جي اس، كان يعني سعداء جدا بانهم غاديين تيديفلوبا وغاديين كيتطوروا. شالنجر واحد الدوري اللي هو معروف يعني سنوات هو تيتنظم. تنشكر المشرفين على هذه التظاهره هذه، لانهم كيتيحوا للفئات الصغرى في الانديه انها تكسب اكبر عدد المقابلات وتكسب واحد الاحتكاك، لان التكوين ديال اللاعب خصو واحد لوطو ديال المقابلات في السنه ما كيتوفرش على المستوى الرسمي يعني في البطوله الجهويه، وبالتالي كثرة ديال المنافسات كتوسع القاعدة ديال الممارسين وكتعطيك واحد اللاعب يعني يلعب واحد العدد مقابلات في السنة. وبالتالي أنا كنشكر الإخوان اللي ساهرين على هاد التظاهرة ديال الشالنجر، كنتمناو التوفيق في المستقبل يعني، وكنهني كاع الفرق اللي هي توجت بالهذا، واللي ماشي هو المهم أنه الإنسان ياخذ لقب، معنويا راه مهم، لكن في هذا السن هذا أنه الاحتكاك والتجربة هو اللي مهم بواحد الشكل كبير. الحمد لله ما محتاجينش نقولوا اللي كاين في الواقع، ان لا جي اس اليوم يعني من ناحيه البنيه ديالها، من ناحيه لي كونديسيون ديال الخدمه، الاجواء، من ناحيه التكوين، يعني بان المنتوج ديالها بانه منتوج تنافسي. هذا الشيء بان في البطوله ديال الفريق الكبار، لان كان معنا المدرسه ديال الجيش الملكي، المدرسه ديال الوداد، ديال الرجاء، ديال الراك، والفريق استطاع انه يصعد على الرغم ان قانون السن قرب دابا الفرق ديال الامل من الفرق ديال 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 يعني ديال الهوات. وبالتالي يعني احنا فرحانين بهذا المستوى اللي وصلنا ليه، وراجي اسلم ولات عندها واحد الجاذبيه كبيره من اجل ان الناس تتعرف المعقول اللي كاين فيها، وكتعرف بان التكوين فيها يعني ما الوصول ديال الفريق ديالنا للنهايه مع الرجاء والفوز بها الا دليل بانه في الفرق ديال الهوات كاين الانديه اللي كدير التكوين بمعنى الكلمه، مع الاحترام للفرق الاخرى اللي هي في القسم الوطني الاول اللي عندها امكانيات اكبر وعندها واحد المجموعه ديال امكانيات، لا ديال البنيه التحتيه ولا ديال الدعم اللي كتاهلها انها دير تكوين بواحد المواصفات اخرى. لكن هذا ما تيعنيش بان فرق الهوات ما قدرش تكون. والدليل الاخر هو ان اغلبيه اللاعبين اللي كاينين دابا في القسم الاحترافي ان الانطلاقه ديالهم كانت من الفرق ديال الهوات، وهذه مناسبه باش نعاود ناكدوا على الدور ديال الفرق الهوات، وانه يجب الدعم ديالها والدعم التكوين داخلها، لان هي القاعده ديال كره القدم الوطنيه. شكرا.